السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد أسامة. هنحل دلوقتي نموذج إجابة محافظة الشرقية تالتة إعدادي 2020. برضو منكرر كتير، لازم نقرأ الجملة اللي فوق. منال is inviting her friend Nadia for a mid-year holiday with her school. بتدعوها للهوليداي. ماشي. Hi Nadia, I'm going to Matruh next Friday with my school. أنا رايحة مطروح مع next Friday الجمعة الجاية مع المدرسة. Really? مطروح is a beautiful city. نقط I'm sorry، خلي بالك هنا اعتذرت. I will be in Alex on Friday. يبقى will you come with me أو can you come with me. اللي بعديها when will you come back، اديني أي إجابة هنا صح. رقم 3 قلناها كتير قوي في المراجعة بتاعت المحادثات، I will go with، خلي بالك عندك with، يبقى who will you go with. 4 أو الأخيرة so I'll miss you، اديني أي إجابة. me too، thank you، that's kind of you، أي حاجة. بكي عندك سؤال situation، سؤال situation جي برضو كويس. your brother watches too much television، advice not to do him so، يبقى you shouldn't watch much TV. you ask your friend about his favorite subject، يبقى انت اللي بتسأل، يبقى what is your favorite subject، خلي بالك you ask انت اللي بتسأل. 3 you are sure that your mom is at home، I'm sure my mom is at home أو mom must be at home. القطعة ديت لذيذة كده خفيفة. What would the barber doing، البربر كان بيعمل ايه، الحلاق كان بيعمل ايه. اول سطر he was busy cutting a man's hair. 2 what did the man، why did the man take the boy with him to the barber shop to get his hair cut او اي حاجة بمعنى، او ممكن مثلا ايه to cut his hair. 3 هي دي تعود على مين، تعود على الباربر اللي هو الحلاق. بعد كده بيقول لك the barber wait for، الباربر فضل مستنى قد ايه لغاية ما الراجل ما ايه. خلي بالك هنا عندك بيقول لك at the end of an hour، بعد ساعة، يبقى معنى كده 60 دقيقة. The barber was paid by، دي فيها فكرة شوية، مين اللي دفع للحلاق؟ طبعا ولا الولد ولا الحلاق، يبقى neither the man nor the boy. عندي الجزء التاني بتاع الستوري، يعني ايه في تعليق كده يعني مش عاجبني الماتش شوية، بس طبعا ايه مش مشكلة. جو جرين كماله بقى. جو جرين was a happy boy who was always singing، كان ولد سعيد، يبقى ايه، يبقى وان هتبقى بدي. ماري ليجز هتبقى through the boys on the ground to give them a lesson، يبقى التو هتبقى بايه. 3 جون مالي كان بيعمل ايه، جون مالي صدق نسيت جون مالي، معلش. جون مالي هتبقى could move the horses when there was a fire. اخر حاجة خلي بالك من رقم 4 بلاك بيوتي، ما تقوليش where the last horses، لا رقم 4 هتبقى اجيبها E، اللي جابت بتاعتها E. he has never forgotten his mother's advice. بعد كده سؤال الستوري الكريتيكال، why do you think black beauty was very pleased، ليه كان مبسوط لما رجع. because it was a long journey او difficult journey او the journey was long، اي اجابة من دول صح. what do you think ginger need to be a good horse، تفتكر جينجر كانت محتاجة ايه علشان الناس عشان تبقى حصان كويس. طبعا الاجابة ان people would be kind to her او people treat her well. اللي تشوز كويس مع ده، في جملة برضو اللي هي جملة رقم 5 مش عجباني شوية، يبقى هنا اول واحدة تبقى ريفيو، معظم اللي هي المقال النقدي بتاع الكتاب كانت كويسة. بعد كده the girl was trembling، كانت ترتجف من الرعب. she designed beautiful costumes، اللي هي الاجابة بي اللي هي موجودة قدامنا. 4 we enjoyed the cool، خلي بالك عندك سي، يبقى سي اللي هو البحر، يبقى طبعا كلمة breeze اللي هي نسيم، قلناها في الفيديو بتاع الكلمات. الناس اللي لسه عندها امتحان لسه امتحنتش تراجع على فيديو الكلمات، مهمة قوي. tourism is expected، الجملة دي passive مش عجباني لان هي جاية ايه الاكسبريشن او التعبير ده بيبقى من سنة شوية، يبقى tourism is expected to grow in the near future، الجملة passive unit 3. بعد كده do you know who invented the radio، اللي هي اجابة رقم C زي ما هي موجودة قدامنا. خلي بالك رقم 5 الاجابة is expected. طيب الريرايت برضو جه كويس. it's not necessary، خلي بالك الجملة ايه، بس الجملة هنا منفية، يبقى you don't have to get up early on Fridays. بعد كده خلي بالك الجملة رقم 2 دوت unit 5 وسؤال، يبقى could your son، يبقى was your son able to read when he was 6. اخر حاجة دي الجملة سهلة في unit 6، يبقى امل bought a present for سلوى. الباراجراف جاي كويس ومباشر. Egypt is a good place، تكتب طبعا عن مصر، تكتب عن
المعالم اللي فيها او الاماكن اللي فيها اللي ممكن تتزار. الناس اللي لسه ما امتحنتش تراجع كويس قوي فيديو الكلمات، وهتلاقوا كمان فيديو عن المحادثة، وهتلاقي كمان فيديو عن المواقف. اكتبوا بس محمد أسامة على اليوتيوب، محمد أسامة الوفد التعليمي، هتلاقوني موجود. بالتوفيق يا رب دايما.